اهلا وسهلا فيكم. احنا لغايه هاي اللحظه، لحظه تصوير الحلقه، اللي بنعرفه انه الاضراب مستمر ودوله عمر الرزاز ما قعد ما نقاط المعلمين، فكتبنا نص على هذا الاساس. لما جينا نصور اجانا خبر انه دوله عمر الرزاز قعد مع نقابه المعلمين، فكتبنا نص على اساس هذا الخبر. وبالنهايه بعد قعده دوله عمر الرزاز مع نقابه المعلمين، الاضراب بعده مستمر والوضع على حاله. فيا جماعه الخير، مشان الله اقعدوا واتفقوا وحلوا الموضوع، اذا مش عشان الطلاب عشاننا ما نضل نكتب نصوص. والان تشويش واضح مع معاذ البزور. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج تشويش واضح. اضراب المعلمين خلص اسبوعه الثاني، ولما سالنا شو الحل لهاي الازمه، اتفق الطرفان الحكومه ونقابه المعلمين انه الحل هو الحوار. خلونا نقعد ونتحاور، بس قضوها يبعثوا لبعض رسائل ايجابيه. احنا بدنا نقعد، احنا ابوابنا مفتوحه للحوار. نقابة المعلمين حكت انه احنا ما عندنا مشكلة بالمسار المهني. نطت الحكومة قالت لهم طب تعالوا نقعد نتحاور بالمسار المهني. فالنقابة حكت لهم يعني هاي رسالة مخيبة للآمال. بعدين وين الاعتذار؟ وين علاوة 50%؟ بس مع هيك احنا بدنا نقعد مع رئيس الوزراء. الحكومة قالت لهم اوكي بتقعدوا بس مع فريق حكومي. وظلينا على هذا الوضع لحد ما قعدوا وصارت المفاجأة. اصحى وصل 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 الراعي الرسمي مهرجان النهاردة. اصحى الرستة زينهم هيرقص على السلاح حسيب يا عم. اوه هاي الامور شكلها راح تنحل. خلص اليوم صار لقاء مهم في وزارة التربية والتعليم اللي هي بيت المعلم وبيت الطالب، بين فريق وزاري وأعضاء من نقابة المعلمين. وأهم شيء أن الحوار كان إيجابي وبناء. شو يعني الأمور إيجابية؟ يعني خلاص الأمور انحلت؟ الطلاب خلاص راح يداوموا يروحوا يداوموا؟ المعلمين أخذوا العلاوة؟ هذا اللقاء هو لقاء كسر جليد، تم الحديث فيه عن تحسين الوضع المعيشي للمعلمين وتحسين العملية التربوية والتعليمية. مطلب 50% لم يصدر أي قرار يعترف بالعلاوة، وهنا مربط الفرس كما يقولون، لم يصدر أي قرار بمطلب 50%، وعلى ذلك فإضرابنا مستمر. هو علينا، هاي لسه ما نحلش إشي، يعني لسه سلافة العلاوة ما انحلت ولسه المسار المهني، وهذا بيقول لك بنقعد وهذا بيقول لك قعدنا وهذا بيقول لك إيجابي وهيو قال لك ما نحلش إشي، يعني كل واحد بيسلم الثاني، تقول بيلعبوا بينج بونج. وإحنا زي تنس الطاولة، يعني برمي الطابة هناك بتيجي الطابة هون وبلاقي هناك وبلاقي هون. كرة التنس ما هو ارمي هناك ارجع لك هون تقول لي أنت هناك. لذلك يا محمد أحكي لك